السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في وصفة جديدة في قناتكم شي وما أسماء. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نحضر معكم كيكة بالشوكولات اللي كتجي أكثر من رائعة، بصوص اللي كتجي زوينة بزاف، سهلة التحضير وبمقادير اللي متوفرة وبسيطة جدا، والنتيجة كتجي أكثر من رائعة كما كتلاحظوا معايا. كيكة كتجي رطبة بزاف وكتجي زوينة، كنصحكم بالتجربة ديالها وخليكم معايا إلى آخر الفيديو باش تعرفوا طريقة التحضير والمقادير وفرجة ممتعة. إذا بسم الله على بركة الله، غادي نحتاجو الأربع بيضات اللي يكونوا متوسطين في الحجم ويكونوا بدرجة حرارة الغرفة. هذه نقطة أساسية للنجاح ديال الكيك، أن البيض خصو يكون بدرجة حرارة المطبخ باش كيسهل علينا أننا نخلطوه أو لا نطلعوه بسرعة. غادي نحتاجو هنا كيس ديال الفانيليا اللي غادي نسمو به الكيك ديالنا، غادي نضيفو رشة ديال الملح، هذا الرشة أيضا كتعطينا توازن في المذاق، من الأحسن أنكم تضيفوها. ثم عندنا هنا كأس ديال سكر سنيدة العبار ديال كأس ديال العنبة، ثم كنخلطو هكا البيض مع سكر سنيدة بالطرب الكهربائي حتى كيتضاعف الحجم ديالو، تقريبا كنطربو لمدة ديال 10 دقائق، وحنا كنطربو حتى كما قلت لكم كيتضاعف لنا الخليط وكيصبح اللون ديالو ابيض. اذا كما كتلاحظوا معايا بهذا الشكل هذا، اذا ملي كنطربوه جيدا وكيصبح لنا على هذا القوام هذا، غادي نضيفوا الان كاس ديال الحليب اللي يكون دافئ، يعني ما يكونش بارد، كندفيوه شي شويه كما كتعرفوا دابا الحل بارد. ثم غادي نضيفوا هنا كاس الا ربع من زيت المائده، وغادي نخلطوا المكونات بهذه الطريقه. حاولوا تخلطوا غير بشويه باش ما يهبط لكمش الخليط ديال البيض. ثم هنا غادي نضيفوا الدقيق تدريجيا بعد ما غادي نغربلوه، ضروري انكم تغربلوه ايضا باش كتدخلوا الهواء للكيك ديالكم. هنا ضفت في الاول الكاس الاول ديال الدقيق، وحاولوا انكم تختاروا نوعيه جيده ديال الدقيق، كما قلت لكم حاولوا تختاروا نوعيه جيده ديال الدقيق باش كي يعني الكيك كيجي كيعطيكم نتيجه افضل. يعني كنحاول نعطيكم النقاط الاساسيه اللي كتخلي الكيك كيجي خفيف وكيجي ناجح 100%، حاولوا تاخذوهم بعين الاعتبار. ثم هنا كما كتلاحظوا معايا فكنبقى كنحرك بهذه الطريقه هذه، والان غادي نضيف الكاس الثاني ديال الدقيق اللي غادي نغربلو مرة أخرى. وهنا غادي نضيف البودرة ديال الكاكاو، كما كتلاحظوا معايا هنا عندي 3 ديال الأكياس، كل كيس الوزن ديالو 7 غرام، وغادي نضيفو أيضا 2 ديال الخمارات ديال الحلوى أولا خميرة الحلويات من فئة ديال 8 غرام، غادي نضيفهم أيضا، غادي نحاولو أننا نغربلوهم على هذا الشكل هذا. بالنسبه اللي عنده الكاكاو ديال العبار فغادي يضيف 2 ديال المعالق يكونوا كبار، وكتغربلوهم بنفس الطريقه. اذا كما كتلاحظوا معايا ملي كنغربلوهم فكنخلطوا المكونات مرة أخرى حتى كيتجانسو لينا جيدا وكيدوب داك الكاكاو مع الخليط. كما لاحظتوا معايا مكونات ساهلين وطريقة أيضا بسيطة. إذا ملي كنخلطو المكونات بهذا الشكل هذا، غادي نجيبو قالب اللي غادي يكون مستطيل على حسب المتوفر عندكم. انا هنا استعملت قالب اللي مستطيل ودهنته بشويه ديال الزيت ورشيته بشويه ديال الدقيق، وغادي نخوي فيه الخليط ديالي، وكتكونوا سخنتوا الفرن ديالكم من قبل على درجه حراره 180، كتشعلوا ليه من الفوق ومن التحت حتى كيسخن مزيان بالنسبه للفرن ديال الضوء. وبالنسبة للفرن ديال الغاز أو الفرن العادي فكتشعلو أيضا من الفوق ومن التحت حتى كيسخن مزيان،
ملي كتدخلوا ليه الكيك ديالكم فكتنقصوا درجة الحرارة. انا هنا الفران ديالته فغادي نطيبو على درجة حرارة 180 من الاسفل حتى كيتنفخ، ثم كنطيبو من الاعلى. وهنا في هذا الاثناء غادي نحضر لاصوص ديالي اللي غادي نحتاج ليها كاس ديال الحليب، دائما العبار ديال كاس العنبه. غادي نضيف ليه كاس ديال الماء، ممكن تستعملوا جوج ديال الكيسان ديال الحليب، واللي ما بغاش فكيضيف كما ضفت انا هنا كاس ديال الماء مع كاس ديال الحليب. ثم هنا ضفت نصف ملعقه كبيره ديال قهوه سريعه الذوبان وجوج ديال المعالق ديال النشا. وهنا ضفت ايضا جوج ديال المعالق كبار ديال سكر سنيده. بالنسبه للنشا فممكن انكم تعوضوه بالدقيق الا ما تفرطش عندكم النشا. ثم كنحركو حتى كيدوبوا لنا النواشف مع الحليب مزيان. وهنا من بعد غادي نضيف الشوكولاتة، عندي هنا كأس، عبرت كأس من القطعة ديال الشوكولاتة. حاولوا تختاروا نوعية اللي تكون مزيانة باش كتعطيكم مذاق أحسن للصوص ديالكم. ثم غادي نوضعوا المقادير كاملة على نار اللي تكون مهيلة أو لا متوسطة. ثم كنستمروا في التحريك، ضروري تستمروا في التحريك باش يعني كتحصلوا على واحد الصوص اللي تكون يعني تكون مزيانة، ما تكونش فيها أي حبيبات. كتبقاو كتحركوا بهذه الطريقة هذه، وملي كيدوب الشوكولات فكيعطي لون، يعني كيعطي لون غامق لهذه الصلصة هذه. إذا كنستمروا في التحريك كما كتلاحظوا معايا. وملي كيبدا كيغلي لنا الخليط ديالنا فكنضيفو ربع كأس ديال زيت المائدة، وكنستمروا في التحريك بهذه الطريقه هذه. فمن بعد كتزيد تعقد لنا الصلصه ديالنا. في الاول كتجي كما كتلاحظوا معايا خفيفه، ومن بعد فملي كتبرد فكتصبح لنا عقده. اذا ملي كنحصلوا على هذا القوام هذا غادي نطفيو النار، ثم غادي نمروا الباقي المراحل. هنا بعد ما خرجت الكيكه من الفران كنخليها كتبرد تماما، ضروري من هذه المرحله تخليو الكيكه ديالكم كتبرد جيدا. ثم كتاخذوا هكا فورشيت وكتبقاو كتعملوا ثقب في الكيك ديالكم، ضروري تقبوها جيدا، يعني اي بلاصه خصها يعني تشرب لينا ديك لاصوص اللي غادي نضيفو من بعد، لذا كنتقبوها ما امكن بهذا الشكل هذا. وحاولوا انكم تقبوها حتى للاسفل باش يعني كتشرب الصلصه مزيان. ثم هنا من بعد غادي نضيفوا لاصوص وهي سخونه، كما قلت لكم الكيكه كتكون بارده والصلصه مباشره غنخويوها وهي سخونه، لان الا خلينا الصلصه بردات فغادي تقسح لنا وما غاديش تشرب لنا الكيك ديالنا مزيان. اذا بالطريقه هذه كنحاولوا نخويوها وكتجي زوينه بزاف هاد الصلصه هادي. المذاق ديال القهوه كيعطيها نكهه لذيذه بزاف، كما كتعرفوا المذاق ديال القهوه والشوكولات كيتواتا مع بعضياتهم فكتعطيها واحد النكهه رائعه جدا. اذا كنسرحوا بهذه الطريقه هادي، فالطبقه الاولى كتشربها ثم كنوضعوا الطبقه الثانيه من الفوق باش كتغطي لنا الوجه ديال الكيك مزيان. حاولوا انكم تقدوها جيدا بهذه الطريقه هادي. ثم ملي كنساليو لهاد الشكل هذا فغادي نوضعوها في الثلاجه حتى كتبرد لنا مزيان وكتبرد لنا الصلصه ايضا، وكنقطعوها على هاد الشكل هذا. انا هنا غادي نقطعها مربعات وكنقدموها ايضا في هذا القالب هذا ديال الزاج. ثم غادي نضيف كتزيين هكا شويه ديال الكركاع اللي يكون مهرمج، ممكن تضيفوا اي مكسرات عندكم، ممكن ايضا تزينوها بالمتوفر عندكم يعني على حسب الرغبه. وملي كنتهيو من التزيين ديالها فكنقدموها بالصحه والراحه، كتجي لذيذه بزاف صراحه. كننصحكم انكم تجربوها لانها كتستحق تجربه وكتجي لذيذه فعلا، والصلصه اللي حضرناها كتعطيها لذة اكثر. كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم الوصفه ديال اليوم،
وما تنساوش الا كنتو اول مره كتزوروا القناه تشتركوا فيها وتضغطوا على زر الجرس باش دائما توصلوا بجديد على القناه. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو ايضا مع الاصدقاء والعائله باش تهم الفائده على الجميع. وشكرا مره اخرى على حسن التتبع ديالكم. كنقول لكم الى وصفه قادمه باذن الله، ومع السلامه.